السلام عليكم والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل ميني تشيز كيك بزبدة الفول السوداني اللي هي البينوتس باتر. هذه الوصفة جدا سهلة ومكوناتها بسيطة. انا استخدمت الجبن الخالي الدسم، ممكن تستخدموا جبن قليل الدسم او كامل الدسم زي ما تحبوا، بس هي ملاحظة لما استخدم جبن خالي الدسم يجينا التشيز كيك اسمك شوي من الجبن العادي. وصفة كتير حلوة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وفرجة ممتعة. لعمل قاعدة تشيز كيك راح نحتاج الى بسكوت شوكولاتة. انا ما عندي بسكوت شوكولاتة لهذا. يس اوكي، لهذا استخدمت البسكوت العادي ومعها راح احط ملعقتين من الكوكو باودر. يس وملعقتين كبار من الزبدة. هذا معي في المطبخ. يس ماما. لعمل الحشوة عندي هنا جبن خالي الدسم، ممكن تستخدموا هذا او ممكن تستخدموا قليل الدسم او كامل الدسم اللي تحبوا، نفس الجبن او جبن فيلادلفيا او كيري، اي جبن كريمي، المهم انه الكريم تشيز. عندي هنا 227 جرام يعني علبة كاملة. نحتاج ايضا الى 3 كوب من السكر. انا مستخدمة الاسمر ولكن ممكن تستخدمون السكر الابيض العادي. 3 كوب اللي هي تقريبا 70 جرام. 3 كوب من زبدة الفول السوداني يطلع لها تقريبا 80 جرام. ملعقة من الفانيلا، رشة ملح وحبة واحدة بيض. انا لاني مستخدمة جبن خالي الدسم تماما حطيت متلاتين من جبن لافاش كيري. طبعا اذا انتم حاطين جبن فيه دسم ما في داعي تحطوا هالمتلاتين. اوكي طبعا اللي يحب يطحن البسكوت يطحنه، انا احب افتت فقط. ويت ويت ادم ويت. And you give me a open. ويت. يلا ويت. يلا put it here. طبخة فيها طبخة واحدة في 4 ايادي ما ينفع. Don't shut. My turn? Ready. Let me try. Okay, this a little bit. Little bit. Thank you. That's better. خلاص اوكي اتس اوكي. هذا هو البسكوت بعد ما كسر الاستاذ ادم عاشق سماش. بس ماما بنحطه هنا. Don't shout. بنحط عليه الكوكو باودر. You want to eat? كمان بنحط عليه الزبدة. طبعا هذا نخلطه كتير منيح تكواني تزداد في مجرى. مامي افتح مجرى الجبن. طبعا ندعي كله حتى كله يتغطى بالزبدة وايضا الكوكو باودر يتوزع في كل المزيج. سحادك. يس ماما تزداد. يس يس سي زي كده. Can I put this in my hand? Put it in my hand. Okay wait. خلاص هذه صارت عندي الان جاهزة. What is my hands? What? I'll put the hand. أنا اليوم راح أستخدم قالب الميني تشيز كيك اللي عنده قاعدة متحركة. تشيز كيك أحب أرش بسبراي زيت لحتى أتأكد. ويت ماما إنه راح يطلع معي من الفرن بعد ما يبرد. Thank you. نجيب زي كده ملعقة من الحشوة ونقطع. ويت 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 نحطها في قاع الصينية. ويت 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 أنا نعطيك حاجة أخرى تعملها. أوكي No me. No wait. No one for you. One. بعد ما سكبنا البسكوت في الصينية نجيب أي شيء يكون حجمه نفس حجم القالب ونضغط القاعدة بهذا الشكل. Wait ماما. طبعا هذه الطريقة تسهل علينا الشغل. يلا one. Thank you. هذه القوالب بعد ما ضغطتها مثل ما انتم شايفين هذا الابيض من البسكوت لانه ما طحنته بحب اخليه خشن. الان نحطها بالمجمد على ما نعمل الحشوه. No, my turn now, my turn. اوكي يلا. ان شاء الله you have a... ان شاء الله ان شاء الله you have what? Until I get another one. لعمل الحشوة حطيت هنا زبدة الفول السوداني اللي هي البينوتس باتر، اضفت عليها مثلثات الجبن وجبنة كريمي. طبعا هذه المكونات يا حلوين كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. اوكي لانه اذا كانت باردة ما راح تتمزج مع بعض وراح يفضل فيها تكتلات. السكر، رشة الملح والفانيلا. طبعا الوصفة الاصلية فيها 1/2 كوب من السكر، انا دائما انقص السكر لهذا حطيت 1/3 كوب فقط. فالسكر على حسب انتو كيف تحبون الحلاوة. نخلط هدول كتير منيح.
بعد ما مزجت هذه المكونات اضيف عليهم البيضة. احاول امزج البيضة في البداية شوي ثم اضيفها لمرق المزيج زي كده. طبعا بما انه حشوة التشيز كيك بتكون عندنا سميكة شوي نحتاج اننا ننزل كل هذه الجوانب ثم نكمل خلط. اجيب سباتولا احسن زي كده لحتى تمتزج كلها وتصير قوامها واحد. انا اكمل خلط. خلاص هذه الحشوة صارت عندي جاهزة. الفرن سبق وشغلته على درجة حرارة 350. الآن راح نملا زي كده ملعقة ثم نحطها بالقوالب. بس أجيب شيء لحتى نسوي ملعقة زي كده لأنه إذا خليناها مقببة بتطلع لنا الكمية كثيرة. زي كده أفضل طالما نسكب ونحاول ما نوسخ. عملت كل القوالب، حطيت صينية على صينية ثانية مثل ما انتم شايفين لحتى ما تكون حرارة كثير عليها بالفرن. انا الفرن سبق شغلته على 350، بعد ما احط الصينية اخليها تقريبا 5 دقائق ثم انقص النار الى 320. هي تاخذ لها تقريبا من 20 الى 30 دقيقة. بالاخر اقول لكم كم اخذت مني وقت. رح نعمل الان كريمة على نكهة زبدة الفول السوداني. wait one minute اوكي. عندي هي كيس دريم ويب اللي هي الكريم شونتي تك، ملعقتين من السكر البودرة اللي هو السكر الناعم، ملعقة من زبدة الفول السوداني تكون بدرجة حرارة الغرفة، وثلث كوب من الحليب اللي هي 80 ملي يكون كتير بارد. طبعا اول شيء بنحط الحليب هنا ونحط دريم ويب. دريم ويب يا حبايبي هي الكريم شونتي اللي تكون بودرة عندنا بالمغرب موجودة. What's this؟ هذه راح نخلطها كثير منيح. هي بالوصفة بنحط 120 ملي ولكن انا احط 80 فقط لحتى تطلع سميكة. عندنا كريمة بعد ما جهزت معي، الان اضيف لها ويت ادم، اضيف لها البينوتس باتر هي زبدة الفول السوداني. هي بالعادة دريم ويب بيكون فيها سكر، فنحن نمزج زبدة الفول السوداني وندوق هل تحتاج نحليها زيادة ولا لا. ويت ادم. تراي كريم. طعمها حلو. هذا هو التشيز كيك بعد ما جهز معي، اخذ مني 20 دقيقة بالفرن. لما نطلعه من الفرن نخليه في المطبخ حتى يبرد، ثم نحطه بالثلاجة بالصينية وكل شيء لحتى يبرد ويتماسك تماما، ثم نشيله زي كده. هو عادي بعد الحبات يتشققوا معنا بالفرن، خصوصا لما نكون مستخدمين الجبن الخالي الدسم، لانه بيكون حاطين فيه نشا لحتى يجمد الجبن، يعني ما بيكون فيه دسم لحتى يمسكه. فجدا عادي الموضوع، وايضا بينتفخ معنا شوي اثناء الطبخ، وبعد ما بيبرد بيرجع ينزل، فجدا عادي. عندي الكريمه اللي كنت عملتها حطها زي كده في قمع دائري زي كده. وعندي هنا شوي من الفول السوداني مقطع ومحمص وشوي من شراب الشوكولاتة. راح اعمل شوي كريمة على التشيز كيك زي كده، بس زي الدمعة كبيرة شوي اوكي، ثم شوي صوص شوكولاتة ما نكتر. حاول نعملها خطوط تطلع حلوة. اوكي خلاص، هذا رجعوا للثلاجة الين وقت التقديم.